ايوه بوشكاش، انت بتنهج ليه؟ لا لا، ما انت عارف الطقوس بتاعت اللي بعملها. اي ماتش بالنسبه لي بيعتبر مصر، مصر ام الدنيا. وانا عارف انت بتكلمني على مين. امشير طبعا، مش كده؟ لا لا لا، امشير مين وبتاع مين؟ انا بكلمك على السلعاوي. سلعاوي؟ سلعاوي مين ده؟ امشير مكسر وش سلعاوي ده، واخد وشه في النجيله رايح جاي رايح جاي. يا بني ادم، احنا عايزين السلعاوي، انا ورشدي بيه عايزين السلعاوي، هتفهم اكتر مننا. مضي السلعاوي يعني مضي السلعاوي. خلاص سلعاوي سلعاوي، انا تحت امرك. طالما في نسبه مزعططه ورايحه جايه قدام عينين بوشكاش، انا تحت امرك. امضي لك السلعاوي، وفي اول اناير امضي لك ابو قردان. انا تحت امرك يا بكر بيه. على فكرة، الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما يبقاش غبي. أنا كنت غبي لأن كنت فاكر نفسي إن أنا غبي، بس اتضح لي إن أنا مش غبي لأن كنت فاكر نفسي إن أنا غبي. ليه بقى؟ لأن مفيش حاجة اسمها الكلام ده، إنما في واحد حظه حلو وواحد حظه وحش، وأنا واحد من الناس. كنت بطل العالم في الحظ الوحش لحد ما سافرت نيجيريا مع الماتش بتاعي كحارس مرمى وحامل الشباك المصرية. يا ذكريات. اسد 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 واقف في قلب الشبكه، استحاله حد يعدي. حيطه خرسانيه، خط 18 محدش بيشوفه ولا 19. علاقتي بزمايلي منتهى اللطف. كنت حاسس في اليوم ده بان يوم سعدي فعلا، مع اني كنت شايف غراب واقف فوقيا. اتهموني بالجاسوسيه والجاليه احتفلت بيا. قررت من الذكاء فورا اني احدد ماتش اعتزالي، ومصر كلها فرحت بالخبر ده مش فاهم ليه. وخدني كابتن فريق نيجيري واحتفل بيا في قابلته. غريب اني عرفت انهم اول مره يكسبوا على ايد العبد لله، واللي ورايا دي اسمها شمبالي، ساحره حبتني سحرت لي سلسله وقالت لي خلي بالك يا بوشكاش، السلسله دي هي سبب سعادتك وحظك، حافظ عليها زي عينيك، لو راحت منك حياتك هتتقلب جحيم. بدات احس بالمكان بيتملي حواليا عفاريت والناس بتصرخ والجو اتقلب، اتعفرت المكان، حسيت ان السلسله دي فيها حاجه، بدات اصرخ. بس اصحى على فر، اصحى على فر وشال الرعاش. يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه حضرتك واحده بتواجه حاله اغتصاب وقدرت توصل لتليفون وتكلم الشرطه وقعدت تصرخ الست وتقول الحقوني الحقوني الكلاب الكلاب؟ تعمل ايه اكتر من كده؟ تاخد تاكسي وتنزل تبلغ البوليس بنفسها؟ حضرتك عندك رد على الكلام ده؟ انا شايف انه عادي ممكن يحصل في كل الدول. هو انا كل مسؤول يجي يقعد قدامي يقول لي عادي جدا وبيحصل في اي دوله في العالم؟ انا ماليش دعوه باي دوله في العالم، انا عايز اعرف مشكله دولتي، انا مشكله البلد دي ايه؟
ايه اللي بتهببه هانيا ده؟ انزل لي الفاصل بسرعه. باشندي باشندي، صباح الخير يا بوسكا يا فندم. صباح الزفت صباح الزفت يا حيوان. نهارك ابيض ان شاء الله. نهارك تين. ما تشربش سجاير تاني وانت شغال. وعليك يا ولد المحظوظة يا بوشكاش افندي. ايه الحر ده؟ من النهارده مالكيش برامج على الهوا، البرنامج بتاعك يتسجل وساعتها اقول لك ايه اللي تقوليه وايه اللي ما تقوليهوش. يا فندم حضرتك لو سمحتي اتفضلي، ادي نتيجه اهمالك وتهورك. ده اختار من المحكمه بعضيه رافعها علينا رشدي بيه. لا الراجل اللي انت بربطتي بكرامته الارض. يا فندم مش انا بس اللي بتكلم عليه، البلد كلها مليانه اشاعات عليه، وبعدين بقى مفيش دكان من غير نار، واكيد في شواهد للكلام ده. الشواهد دي من نسيج خيالك يا مدموزيل. ونسبه الوفيات اللي في مستشفيات رشدي بيه الخيريه. من غير فلسفه فاضيه، حالات الوفاه اللي بتتكلمي عنها دي موجوده في كل المستشفيات وكل يوم. اوكي، نسبه الوفيات في مستشفيات رشدي بيه الخيريه 70%، وبقيه مستشفيات البلد 30%. ده ما يخليش حضرتك تشك. والنادي اللي هو فاتحه اللي كل يوم يمضي فيه لعيب شكل عمال على بطال، ده برده ما يخليش حضرتك تشك. انا مش ناقص مناهده. اسمعي بقى، اذا عايزه تحافظي على مكانك هنا في القناه اتفضلي، دي دعوه عاملها رشدي بيه هلال لحفله كبيره. تاخدي المعد الهمام بتاعك وتروحي على الحفله، تقابلي رشدي بيه هلال، تعتذري له، تتاسفي له. انا ماليش دعوه، المهم تصلحي كل اللي حصل ده. ديمتري بوشكا حبيبي. يا حبيبي ازيك؟ ده يا عم سينا ده يا راجل الكلام ده. اوه اوه حاسب بوشكا حاسب. اوه يا عم خلاص بوشكا خلاص خلاص. نعم سوري. ايه يا عم ديمتري انت كمان؟ انت ايه حكايه اللعيبه الكحيته اللي انت بتجيبها لنا دي؟ ايه؟ السلعاوي ده يا سلام، ده السلعاوي ده عامل زي ده اسمع على مسمى يا راجل، ده بيهبش في اللعيبه. يا راجل بيهبش ايه؟ ده نزل اخر خمس دقايق الماتش اللي فات جاب جول في نفسه وعمل اتنين بينن وشويه وكان هيعمل بيبي بين العرضتين. لا 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 يا راجل مش كلام ده. عربي اه عربي والنبي سوق انا. لا لا ما تسوقش انت. لو النبي سوق انا. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. ما ينفعش يا بوست. اوعى لا العربيه دي اوعى يا عم بقى. العربيه دي المصحف لسوق. لا ما ينفعش والله انا سوق. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. يلا والنبي هتودينا في داهيه يا بوست. يلا بقى بوست يا جدع. عيب والله ما كان.
عندك كمان حارس مرمى. انت سلعاوي، انت سلعاوي، انت مخبي. لا ده سلعاوي. مخبي السلعاوي هو انت مخبي يا لعيب مخبي. السلعاوي اهو. انت سلعاوي عجيبه، شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. عموما كتب لابنك الساعه دي يا حاج، ابنك هيتظرف لمده 5 سنين. 5 سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنه، يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت ايه يا حاج؟ انت معايا ولا غياب النهارده؟ وال 750,000 دول يعملوا كام مصري؟ ايه ده؟ يعملوا كام مصري؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة والله زينة. ده انتوا لقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه، اللي هم 150,000 جنيه، وعربية مرسيدس ماركة تويوتا. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. انا هجيب له شقة في القاهرة وحماماتها في الجيزة على النيل اول الصحراوي، يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما ايزيس او فاتن حمامه تقريبا، عشان انا ما اقدرش اكذب عليك، انا راجل كوريكتو. زينه والله زينه. بس في حاجه يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وايه الشرط الغزائي ده؟ شرط ايه يا حاج؟ وانا جاي اشيل لك البواسير. شرط ايه؟ بقولك شرط جزائي، هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه. يعني ما تبعبعها شويه يا اخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين. من لعيب الكسيحة ده، يعني معمول له الحفلة دي كلها مخصوص عشانه؟ أنا مش فاهم. لا مؤاخذة، أنا آسف جدا، أنا آسف. هلسة هانية، عايزك في كلمتين بعد البرنامج. وأنا تحت أمرك بعد البرنامج. يلا يا رامي. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. شايفة نفسها؟ تقف قدام المراية كتير يعني ولا إيه؟ حتى هتضحك تاني؟ خلاص خلاص البرنامج، البرنامج. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ كيف المشكلة؟ والله أنا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراة اللي بعدها. تخليك جدع وتخلي المصور يرقص لنا كام صورة كده لرز الهلال والأربعين حرام بتوع بسرعة. تحب أكلمه لك؟ أنا اتعاملت تاني معاه مرة قبل كده. عارفة مين اللي هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت رز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكاش محفوظ، اللي شهرته بوشكاش فرخه بكشك عند بكر ورشد هلال، معاهم في النادي. سمسار لعيبه ايه عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من 5 دقايق ويكون ماضي. كارثه بقى. كاريرو رشدي بيه كارياس. هجلة. وبجد فعلا بشهاده من الكابتن بكر، فعلا بفضل دي دي بجد. وبعدين بصي للعيب هنا حضرتك، لما تلاقي عنده الفك الشمال رامي على ناحيه الشمال، تعرف ان السمانه مقلوظه. انجازات رشدي بيه الهلال السنه دي مش في مجال الكره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكره يعني، لان الشعب المصري طبعا بيحب الكره، احنا كلنا مصريين بنحب الكره. طبعا طبعا بحب مصر. بحب مصر. وحضرتك بتحب مصر؟ طبعا. وانا بحب مصر. مال. وحضرتك وكل ده وانا بحبك. انا انت اكيد بتحب مصر برضه. طبعا كلنا مصريين. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. مال. حضرتك حضرتك لو مسكنا دراع حضرتك ده وقطعناه كده، طيب انا بقيت كتعه، هينزل ايه من دراعك؟ دم. الدم ده فيه ايه؟ كرات حمراء وكرات بيضاء، يعني اهلي وزمالك مصر. تحيا مصر بجد من قلوبنا. شيل ايدك، شيل ايدك. هو عادي
عادوا تقع في مناخيرك كده يا بابا. انت مفيش حد واقف في مناخيرك. كابتن بوشكش. ايوه فندم. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم. احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس. واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع 7 لعيبه سوبر اهمهم واعظمهم على قائمه الموجودين كابتن مناخيره. شيل ايدك كابتن سلعاوي. بجد يعني هو ده اللي احنا، وان شاء الله باذن الله فاضلنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى، ويبقى كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد. بس كابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. يا ستوب ستوب. ايه يا كابتن بكر؟ ايه مالك؟ ما محرس مرمى هي يعني جون. ما تتكلمش في مواضيع تخصيب من المواضيع دي. الله يا ناصر يا كابتن بكر. وانت يا عم انت شيل ايدك من مناخيرك كابتن بكر. استني واحده لو سمحت. انت عايز تخرب قول ستوب، نديك 5 دقايق نخربها على جنب. مش اكشن تسجيل تروح ضارب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت ما بتحسش يا اخي؟ انت مش بني ادم كابتن بوشكاش. بما انك وكيل لاعبين وميل، ايوه ممكن تدينا فكره عن مشكله الحضري؟ سؤال ذكي جدا على فكره. بالنسبه لموضوع حسام الحضري، حسام عصام الحضري. ايه ده؟ عصام الحضري. لا دي فكره خاطئه زي ما حصل عند كل الشعب. هو مش عصام، هو حسام. عصام ده كبير، انا سالين انا عارفه. الاثنين توينز يعني توأم. تعرف الانجليزي؟ الاثنين توينز يعني توأم، توأم الاثنين. هو واحد سابق والثاني قبلها ب4 سنين. ده ساعات بيبقى حسام الحضري وفي البريك بيروح منزل عصام الحضري، فتحس ان الواد فيتنس جامد. انما هو اثنين، واحد نازل قبل واحد ب4 سنين. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. ايه ده؟ طب بيلعب في الاهلي. بيلعب في الاهلي. شيل ايدك من لعبه في مناخيرك. يا نهار ابيض، انا سايب خطيبتي في الشارع بقالها يجي ساعه مرضوعه. هروح لها دلوقتي وهظبط لك المصور قبل ما امشي. طب بس اوعى تنسى. لا عيب. يلا هشوفك. سلام. سلام شيك ب20.